هل رمضان شهر الخير والبركات؟ تطلع على كل الناس ومنهم عائلة أبو خالد. أبو خالد، أم خالد وصغارهما، عائلة من خمسة. كل يوم في الشهر الفضيل لنا معهم جلسة، ورأى كل شباك هناك حكاية عن فعل الخير وحسن النوايا. ورمضان كريم. أمل فتاة وحيدة، فهي جديدة، لا تعرف أحداً في المدرسة. زميلتها في الصف لاحظت ذلك وقررت أن تخبر أم خالد، فهي أفضل مدرسة ولا تحب أن ترى فتاة حزينة. قررت أم خالد أن فانوس رمضان أجمل زينة، وطلبت إلى تلميذاتها صنع الفوانيس الملونة. وهكذا تجمع بنات الصف معا. ما أجمل هذا الفانوس الذي تصنعه أمل مع صديقاتها، فإنه يكون صداقات جديدة كلما اقترب من الانتهاء. علقت الفتيات الفوانيس في الحي ونظرن إلى جمال الألوان وجمال صداقاتهن الآن، حتى أضاءت فوانيس رمضان الحي بأكمله. الوحدة صعبة جداً، ومبادرة الطالبة الصغيرة بمساعدة أم خالد لم تفرح قلب أمل فقط، بل ساهمت أيضاً في تكوين الكثير من الصدقات وأنارت حياً بأكمله بفوانيس رمضان. عمل الخير مهما بدا صغيراً قد يحدث فرقاً كبيراً. تابعونا غداً لنشاهد عملاً طيباً جديداً مع عائلة أبو خالد، ولا تنسوا زيارة موقع ماكدونالدز أريبيا.com لننشر الخير معاً. رمضان كريم.